نشرة الأخبار، أهلا بكم وإلى العناوين. تسعة عشر شهيدا وعشرات الجرحى في غارات للتحالف السعودي على مدينة تعز وسط اليمن. روحاني يقول إن دعم الإرهابيين في سوريا والعراق ولبنان وقصف الشعب اليمني يزرعان بذور الحقد بين شعوب المنطقة. يجب أن يقف العالم ليقول للسعودية كفى. السيد نصر الله يقول إن العدوان على اليمن فشل في تحقيق أي هدف ويحذر من خطر الفكر التكفيري المعتمد في السعودية. الشرطة الأسترالية تلقي القبض على 5 شبان في ملبورن بتهمة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي. أفاد مراسلنا في اليمن باستشهاد 19 شخصا وإصابة 35 في الغارات التي استهدفت القصر الجمهوري في مدينة تعز وعددا من المواقع العسكرية. طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على مناطق في شرق وجنوب العاصمة اليمنية مستهدفة بعض الأحياء السكنية والمرافق العامة. كما استهدفت الطائرات السعودية معسكر الحفاء جنوب شرق صنعاء. أكد ممثل الأمم المتحدة في صنعاء أن عدد المدنيين الذين سقطوا من جراء غارات التحالف السعودي على اليمن وصل إلى نحو 1000 قتيل. في موازاة ذلك وجهت المنظمات الدولية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي من أجل تأمين نحو 274 مليون دولار على وجه السرعة لإغاثة اليمنيين الأكثر تضررا. المستشفيات والمدارس والمطارات والمساجد دمرت في مختلف أنحاء البلاد، والتقارير تتحدث عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. الغارات تطال اليوم 18 محافظة من أصل 22، وارتفع عدد الذين يواجهون خطر المجاعة من 10,500,000 شخص إلى 12 مليونا، وعدد المشردين بلغ 150,000 منذ 3 أسابيع. ندعو المجتمع الدولي إلى المساعدة بنحو عاجل في تأمين نحو 274 مليون دولار من أجل تأمين الحاجات الحياتية الأساسية ل7,500,000 شخص من الأكثر تضررا بسبب استمرار الأعمال القتالية. سياسيا، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاعتداء على المظلومين ليس فخرا لأحد ولا يصنع القدرة لأحد. روحاني وخلال احتفال لمناسبة عيد الجيش قال إن دعم الإرهابيين بالمال وبالسلاح في سوريا والعراق ولبنان إضافة إلى قصف الشعب اليمني يزرعان بذور الحقد بين شعوب المنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن نقاط التسوية التي اقترحتها إيران بشأن اليمن، وتدعو الخطة التي أعلنها ظريف في وقت سابق هذا الشهر إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كل الهجمات العسكرية الأجنبية وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف حوار وطني واسع وتأليف حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة. إلى ذلك أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فشل الحرب السعودية على اليمن بكل عناوينها، وأهمها إعادة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى عدن ومنع سيطرة الجيش واللجان الشعبية على كل المحافظات. السيد نصر الله لفت إلى أن الخيارات مفتوحة أمام اليمنيين لمواجهة العدوان، وقال إنهم اعتمدوا الصبر برغم المطالبات الشعبية الكبيرة التي تصل إلى حد دخول بعض مدن السعودية. اليمنيون حتى الآن ما لجوا إلى خياراتهم الحقيقية. بعض، وأنا بحكي معلوماتي وفهمي وتحليلي، بعد ما عملوا شيء. اللي بيقدر يعمله اليمني بعد ما عمل منه شيء، بعده عم بيرتب أموره في الداخل.
لكن في مواجهة السعودية بعد ما عمل شيء. بالوقت اللي أنتوا وصلتوا لآخر الخط هلأ 22 يوم هذا آخر الخط، قصف جوي شو بعد بده يعمل؟ بعد في عندكم العملية البرية، فوجونا يلا. طبعا أنا لا أشجع على هذا، وأنا من باب المحاججة عم بحكي. السيد نصر الله رأى أنه بعد فشل الحرب لم يبقى أمام السعودية إلا خيار الحرب البرية، لكن جيشها ليس جاهزا لها، ولذلك فإن الرياضة تسعى إلى استئجار جيوش دول أخرى. طيب خلصنا قصف جوي، بعدين ما هذا الشعب ما ركع ما خضع ما استسلم، شو بدك تعمل؟ ما عندك خيار، بدك تروح على العملية البرية. تفضل شوي بدنا نستأجر جيوش، بدنا نستأجر جيوش لحتى تفوت على اليمن. وإذا هذا الجيش، إذا حكومة هذا البلد ما قبلت تأجرنا الجيش منبهدلها. الأمين العام لحزب الله دعا العالم إلى إيقاف السعودية عند حدها من أجل مصلحة شعوب المنطقة، من أجل سوريا، من أجل لبنان، من أجل العراق، من أجل اليمن، من أجل البحرين، من أجل دول الخليج، من أجل مصر وليبيا، من أجل الصومال، من أجل كينيا، من أجل كل بلد فيه عصابة إرهابية تكفيرية تقتل وترتكب المجازر، يجب أن يقف العالم ليقول للسعودية كفى. السيد نصر الله رأى أن الخطر على الحرمين الشريفين هو من قلب الفكر التكفيري في السعودية، وحذر من احتمال قيام مجموعات تكفيرية بتدمير قبر رسول الله، كما حاول الملك السعودي المؤسس عام 1926. الحرم النبوي الشريف في خطر، صحيح، ولكن من أين؟ أنا أقول لكم من أين. تهديده من داخل السعودية، من داخل الفكر الوهابي والثقافة الوهابية. بعد أن سيطر الملك عبد العزيز آل سعود، يعني الملك المؤسس، على بلاد الحجاز، وفي سنة 1926 في شهر نيسان مثل هالأيام، سبحان الله، جاء أتباعه الوهابي، قام أتباعه الوهابيون انطلاقا من ثقافتهم وفكرهم بتهديم كل الآثار الدينية والتاريخية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي والملك سلمان استعرضا التطورات في اليمن وقرار مجلس الأمن الأخير والخطوات المقبلة لاستئناف المرحلة السياسية الانتقالية في اليمن. ومع توسع عمليات التحالف السعودي في اليمن، زادت تحركات تنظيم القاعدة الميدانية وتحت مسميات متعددة تساهم في انتشاره بمناطق جديدة في جنوب اليمن. تقرير حسن عبد الله. يقول وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب استغلوا فرصة الاضطرابات في اليمن. هذا الاستغلال الذي يراه الوزير الأمريكي يترجم تطورات ميدانية. مجمل عناوين الصحف والمواقع الإخبارية باتت تحمل يوميا أخبارا عن تقدم القاعدة في اليمن. معنى ذلك أن عاصفة الحزم السعودية والمدعومة من وزير الدفاع الأمريكي نفسه قدمت لتنظيم القاعدة في اليمن فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب ميدانية لم يكن ليحلم بها قبل قرار الحرب ضد الجيش اليمني وأنصار الله. القوتان الرئيسيتان اللتان تخوضان مواجهة شاملة مع القاعدة. في النتائج السياسية، فإن غارات التحالف السعودي تؤدي في واقع الأمر إلى إضعاف العدو الرئيسي للقاعدة في اليمن، بينما تسمح للمجموعات القاعدية بتحقيق الانتشار على مساحة أوسع والسيطرة على مناطق استراتيجية، ما يجعلها قادرة أكثر على أداء دور أكثر خطورة.
المتابعون لحركة القاعدة في اليمن ولا سيما في الصحافة الأمريكية يقولون إن تطورات اليمن في جانب منها تمثل ضربة خطيرة للحملة الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة ضد معسكرات القاعدة في جزيرة العرب، وهي المهمة التي اعتبرتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أحد أوجه النجاح لإدارته. الكاتب والمعارض السعودي فؤاد إبراهيم يقول لموقع سبوتنيك الروسي إن السعودية تستفيد من القاعدة في حربها ضد اليمن، ويتوقع أن تشكل القاعدة قوة ضاربة ضد الجيش اليمني بعد فشل اللجان الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في الحيلولة دون تقدم الجيش وأنصار الله. من جديد أهلا بكم. استشهد 27 عراقيا على الأقل في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة العراقية بغداد، وقد استهدف أحد الانفجارين سوقا بحي العامل جنوب غرب العاصمة، بينما وقع الآخر في حي الحبيبية شرق العاصمة. إلى ذلك تبنى تنظيم داعش الهجوم على القنصلية الأمريكية في إربيل. ونبقى في العراق، حيث قررت الحكومة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الأنبار على وجه السرعة لتعزيز القوات المنتشرة في الرمادي. وكانت عشائر محافظة الأنبار قد خولت رئيس الوزراء حيدر العبادي إقرار مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير المحافظة من سيطرة داعش، وفق ما أعلن شيخ قبيلة البوفهد رافع عبد الكريم الفهداوي. قتل 14 جنديا ليبيا وأربعة مسلحين من فجر ليبيا في معارك نشبت بين الطرفين في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وقال مسؤول إعلامي في قوات فجر ليبيا إن الأخيرة تسيطر سيطرة تامة على تاجوراء ما عدا معسكرا محاصرا بعدما لجأ إليه الجيش الليبي. مصادر عسكرية ليبية أوضحت أن ثلاث نساء قتلن من جراء القصف العشوائي الذي شهدته المنطقة. قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إن السلطات منعت أكثر من 12 ألف تونسي من الانضمام إلى تنظيمات إسلامية متطرفة في الخارج منذ آذار مارس عام 2013. الغرسلي أضاف أمام لجنة برلمانية في سياق دراسة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أضاف إن 1000 شخص أحيلوا على القضاء خلال الفصل الأول من العام الجاري بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية. من بين القوانين التي جرى التسريع بمناقشتها في تونس بعد أحداث باردو الإرهابية قانون حماية الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح، قانون ينتظر أن يناقشه مجلس النواب التونسي قريبا، وهو الذي يثير تخوفات المواطنين وبعض هيئات المجتمع المدني لما يمكن أن يسببه من تضخيم لحصانة رجل الأمن مقابل هضم حقوق الإنسان. مراد الدلنسي. قانون حماية الأمنيين وتجريم الاعتداء عليهم كان مطلبا لرجال الأمن والسياسيين كذلك. قانون وصل إلى أروقة مجلس النواب لمناقشته وأقراره. يهدف القانون إلى وقف الاعتداءات على القوات الأمنية والعسكرية لدى أدائها عملها. موضوع حماية الأمنيين هو في الأصل قبل ما نغزو للتدرج في الفصول وشيء ذاك، هو راهو يساهم في رفع معنويات قوة الأمن في تدخلاتها في ممارستها لمهامها في تطبيق هذا القانون. رأي الأمنيين لا يبدو متماهيا مع موقف المواطن أو حتى بعض المنظمات كرقابة الصحفيين التي تخشى أن يضيق القانون على الإعلاميين لدى تغطيتهم للمظاهرات والاشتباكات. قانون يحمي كما يحمي الأمن يحمي المواطن، خاطر ينجم الأمن في الوقت ذاك يدير الحماية نتاعو أكثر من اللازم واللي يخدم كما يحب هو. لا نريد الحماية أن تكون سيف ذو حدين، تستعمل متى شاء عون الأمن وتفرض على المواطن متى شاء القضاء. التسريع بالمصادقة على القانون جاء بعد أحداث باردو الإرهابية، وهنا يخشى المعارضون لبعض فصول القانون أن يتم باسم الإرهاب هضم مبادئ حقوق الإنسان. قانون هذا اللي ممكن يعطي نوع من الثقة أكبر عند الأمنيين متاعنا في مواجهة الإرهاب هذا، ولكن طبيعة الحال ديما في إطار الدستور التونسي. بقدر ما يضمن الأمني في ضبط مجال تدخله حتى لا يضام
حتى لا يظلم، ولكن أيضا يجب تحديد مسؤولياته حتى لا يتعلل بقانون الحماية ويتجاوز على الناس. القانون سيقدم للنقاش العلني تحت قبة مجلس نواب الشعب خلال أيام قليلة، ومن المنتظر أن تثار حوله نقاشات معمقة لتفادي ما يعتبره المراقبون حقا للأمنيين قد يراد به باطل. ثنائية صعدت إلى السطح في تونس مع اقتراب المصادقة النهائية على قانونين، هما قانون حماية الأمنيين وقانون مكافحة الإرهاب، الذي من المنتظر أن يثير هو أيضا جدلا واسعا. مراد دلنسي، تونس، الميادين. ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في أستراليا القبض على 5 شبان في ملبورن للاشتباه في تخصيصهم لعمل إرهابي. الشرطة قالت إن الشبان الذين ينتمون إلى تنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي ضخم في ذكرى مرور 100 عام على نزول القوات الأسترالية والنيوزيلندية في جاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى. وأضافت إن عمليات البحث ما زالت مستمرة في جنوب شرق ملبورن. اختتم في فنزويلا مؤتمر حق العودة للفلسطينيين بالدعوة إلى عدم التفريط بحقوق الفلسطينيين، وشدد المشاركون على التمسك بالمقاومة لتحرير فلسطين. تقرير لموفدتنا إلى كاراكاس نسرين سلمي. العودة إلى فلسطين حق لا يقبل التفريط، والعمل من أجل تحقيقه مستمر. قرار تبناه كل المشاركين في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفنزويلية لدعم الفلسطينيين بتنظيم من الحملة العالمية لحق العودة، فيما أعلن أن يوم النكبة سيتحول إلى يوم للعودة بفعاليات تنظم في كل الدول التي تؤمن بعدالة قضية الفلسطينيين. دولتنا الفلسطينية قادمة، والقدس عاصمتنا، ويعيدنا يوم عودتنا، وسنعود إلى أرضنا، ويوم النكبة سيكون له فعاليات مميزة هذا العام، وخاصة بالزخم الذي تركه المؤتمر. المشاركون في المؤتمر أعلنوا أن مهماتهم لن تنتهي في كاراكاس، بل تبدأ من لحظة عودتهم إلى بلدانهم، حيث سيعملون لتعريف شعوبهم بقضية الفلسطينيين وحق عودتهم لوطنهم. نفكر لازم كل بلدان، مش لحال في أمريكا اللاتينية، بكل الدنيا، كل بلدان يعرفوا شو فيه، شو بيصير، شو صاير في فلسطين، والحق العودة للشعب الفلسطيني. أصوات المشاركين تعالت بضرورة تفعيل وتعزيز المقاطعة الشعبية والرسمية لإسرائيل، والضغط على الحكومات لتبني المقاطعة كجزء من النضال ضد الظلم. الملتقى الدولي اللاتيني للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كلنا يعلم المواقف بأنها مواقف شعبية ورسمية. وفي رسالة إلى المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة، أكد المشاركون حق الفلسطينيين في المقاومة لتحرير أرضهم وتحقيق الاستقلال. إلى فلسطين تتجه الأنظار هنا في فنزويلا، والحلم بالعودة لا يداعب الفلسطينيين فحسب، بل كل من يحلم بيوم التحرير والاستقلال. نسر سلمي، كاراكاس، الميادين. أهلا بكم مجددا إلى هذه الجولة على بعض أبرز عناوين الصحف العربية التي ركزت أبرزها على كلمة السيد حسن نصر الله، وعلى كلمة الرئيس السوري بشار الأسد، وطبعا على الغارات على اليمن. نبدأها من البناء اللبنانية. نصر الله للسعودية كفى ولسوريا شكرا، والحكومة مرتبكة في موازنتها. عفوا، الحكومة مرتبكة في موازنتها، وإبراهيم لحل قضية العسكريين. الأسبوع الأخير من الشهر الأول للحرب على اليمن مكانك راوح. أيضا من البناء الأسد، الوهابية هي أساس كل إرهاب في العالم. كماشة الجيش السوري تطبق على اليرموك وتمنع تمدد داعش. وننتقل إلى الإمارات مع الخليج.
الحزم تشتت المتمردين وصالح يرفض المغادرة، القاعدة تسيطر على معسكر ضخم في المكلا، الرمادي مهددة بالسقوط ومعارك حول بيجي، أنباء عن مقتل الدوري وداعش يتبنى تفجير أربيل. الجيش يستعيد معسكرات، الأمم المتحدة برلمان طبرق الشرعي الوحيد. ننتقل إلى اليمن مع الثورة. العدوان يسقط قنابل عنقودية بالباراشوت المحرم دوليا على رؤوس المدنيين في جبال ساقين. نيويورك تايمز، أمريكا ترسل طائرات حديثة إلى سماء اليمن والعدوان السعودي يستخدم التورنيدو. غارات هستيرية تدمر القصر الجمهورية في تعز وتستهدف خارف ومعسكر الحفا في صنعاء. السيد نصر الله، نرفض العدوان السعودية ونتضامن مع الشعب اليمني. ثمن موقف باكستان شعبا وبرلمانا وحكومة من اليمن. بان كي مون يدعو إلى وقف فوري للعدوان على اليمن. وإلى مصر وصحيفة الأخبار، إدراج 208 من تنظيم بيت المقدس على القوائم الإرهابية. السيسي، الحسم مع الإرهاب واحترام حريات المواطنين، في لقاء مع القادة العسكريين والأمنيين بحضور وزير الداخلية ورئيس المخابرات. والبلاد الجزائرية، جاء في أبرز عناوينها، وساطة جزائرية بين الرياض وطهران لمنع حرب إقليمية في المنطقة، جهود دبلوماسية بخصوص الملفين اليمني والسوري والبرنامج النووي. الدستور، الأردنية، معارك عنيفة على مشارف الرمادي، نزوح آلاف العائلات من الأنبار وأنباء متضاربة عن مقتل عزة الدوري، اتهام الولايات المتحدة بعدم تنفيذ ضربات جوية كافية لإنقاذ المدينة من داعش. وأيضا الدستور، الأردنية، الاحتلال يقمع بوحشية مسيرات يوم الأسير. وختاما مع الوطن، العمانية، الأسد، الغرب يوفر مظلة سياسية للإرهاب في منطقتنا. عاصفة الحزم، استهداف تعزيزات للحوثيين والألوية المتمردة، الأمم المتحدة تدعو إلى وقف النار وتقديم مساهمات عاجلة. وأخيرا، الاحتلال يقمع بالرصاص والغاز مسيرات يوم الأسير. بهذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة، والآن عودة إلى فتون.